الصوت ب موجود بالعربية، إذا مثل ما تنطقه بالعربية نطقه بالأمريكية، أوكي؟ صوت ب مثل ما تحب تنطقه اللي هو ب، ما بي فكرة، أوكي؟ فمثل ما ذكرت بأنه ماكو أي تعقيد بنطق الأصوات. إذا بهذه البساطة مثل ما تحب تنطق الب انطق الب كذلك، أوكي؟ خلينا نمشي بالأصوات. عندنا الثنائي الساكن وهو ز س، اوكي، الاز والاس، از واس، لان الصوتين موجودات بالعربيه، مثل ما تنطقن بالعربيه انطقن بالامريكي. عندنا الثنائي د ت، مخرج واحد، مثل ما تنطقن بالعربيه انطقن بالامريكيه د ت. عندنا الثنائي ف، الاف غير موجود بالعربيه لكن احنا نعرف النطقه، فنفس النطق تماما مثل ما نحب النطقه بالامريكيه، ما بي اي تعقيد. اف اف، الاف موجود فنفس النطق بالعربيه نطقه. الثنائي ج ك، الج نعرف اللفظه مثل ما نحب اللفظه ج، ك موجود نفسه بالعربيه. الثنائي ج وتش، ج موجود بالعربيه وتش موجود بلهجاتنا مثل ما نطقه باللهجات او بلغتنا اذا ننطقهن بالامريكيه. عندنا الثنائي ج وش، لان اثنين هنا مسهلات علينا مثل ما متعودين ننطقهن، ممكن ان ننطقهن بالامريكي. الثنائي ذ ف، هذا لي ملاحظه بانه بالامريكيه لازم انا اخلي راس اللسان بين الاسنان، ذ ذ، كذلك ث ث، كذلك اخلي راس اللسان بين الاسنان لما انطق، هذا هو النطق الصحيح الامريكي، ث ث ذ ذ، اوكي. انتهت الاصوات الثنائيه الساكنه، حنبدا بالفرديه. صوت ح، نفس الهاء الموجوده بالعربيه نفس النطق بالامريكيه، هاء ح. صوت ل، ل نفس الموجود بالعربيه ل، لكن ملاحظه هذا الصوت بالامريكيه بإصدارين، إصدار خفيف وإصدار ثقيل. هذا الثقيل يتم نطقه لما يجي قبله صوت ال، مثل كلمة label label او او، ولما يكون بعده يجي يعني بنهاية الكلمة وبعده صوت أو حرف إي الصامت، كذلك يعني ينطق بثقيل، مثل كلمة people او middle او، اوكي. النطق الخفيف مالته لما يجي بدايه الكلمه او يجي بعده صوت ال، مثل كلمه فلير، ل ل ل فلير. صوت م وهو موجود بالعربيه ايضا نفس ما نطق بالعربيه نطق بالامريكي، م م. بعده يجي صوت ن، نفس النون او الن الموجوده بالعربيه نفس ما نطق بالعربيه نطق بالامريكيه، ن. بعده يجي صوت موجود بالانجليزيه ما موجود بالعربيه وهو اصدار ثاني للن، فبدل ما ننطق ن ن ن براس اللسان يكون خلف الاسنان يعني ن ن ن، يكون نطق هذا الصوت بخلف اللسان او مؤخره اللسان تمس السقف مال الفم من الاعلى، ن ن ن ن ن ن، اوكي. هذا هو نطقه الدقيق، ن ن ن، بدل ن ن ن نطقه ن ن ن، النهاية مال اللسان نهاية تمس السقف، ن ن ن. بعد يجي صوت ر ر، يعني صوت الار الساكن، صوت الار الساكن. بينا بالبداية بأنه ساكن بمعنى اكو إعاقة للهواء، اوكي. فلاحظ هاي الإعاقة، اذا هو يصدر هذا الصوت الار الساكن لما اغلق الشفتان وغلق دائري شبه مغلق، دائري شبه مغلق، ره ره، هذا هو صوت ره الساكن، لأن صارت إعاقة عندي بالهواء، الهواء صار معاق بشفتاي لأن شفتاي شبه مغلقة، وضعية اللسان
وضعية اللسان تكون بمنتصف الفم بهذه الطريقة، هذه التقويسة، هذه التقويسة ومنتصف الفم، تصير عملية تقليص للسان، يعني يكون بمنتصف الفم ومقلص. هذا اللسان ما يمس السقف نهائيا ولا يمس القاع مال الفم، وانما في منتصف الفم ومشنج متوتر، والحواف ملاته يمسن هذا الصف من الاسنان، يمسن الصفين الجانبين من الاسنان، هذه الحافه مال اللسان تمس هذه الصف من الأسنان، وهاي الحافة تمس هذا الصف من الأسنان، وهو لا يمس السقف ولا يمس القاع، أوكي؟ ومتوتر. حاول تجربه، جربه. طيب، حتى يكون ساكن، أغلق الشفتان. شو بغلق؟ أوكي؟ هذا هو الآر الساكن الأمريكي، مثل كلمات حتى يكون أوضح: great, run, right, okay, rally. هذا شو وقت يجي الآر الساكن؟ يجي في بداية الكلمات أو يجي لما يكون بعد صوت ال، okay؟ فيكون هو هذا الآر الساكن، صوت الساكن و. و هذا سهل ما بي تعقيد. و و بعد الصوت الساكن المركب كس كس، وصوت سريع وقصير كس كس. كاف وسين، كاف وسين كس 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 كس. بعد الصوت الساكن نفس الصوت السابق، ولكن بدل الكاف ج، وبدل السين ز، جز جز، ايضا سريع وقصير جز جز جز. الصوت الاخير من الاصوات الساكنه هو صوت ي ي، اوكي، في كلمه يس يس، ودائما نشوفه في بدايه الكلمات. وصلنا لاصوات العله. اصوات العله بها فقط صوتين مشتركات بين العربيه والانجليزيه، حنبينهن بعد شويه. سوينا طريقتين حتى نسهل هذين الأصوات، أصوات العلة بالإنجليزية الأمريكية، لكون مثل ما ذكرت بأنه فقط صوتين من أدهن من أصل 19 صوت هن اللي موجودات بالعربية، واللي إحنا على ألفة من أدهن ونعرفهن جيدا ودائما ننطقهن. إذن أغلبهن أو تقريبا كلهن إحنا ما عندنا فكرة عنهن، وهن يعتبرن يعني أهم أصوات بالتحدث، بتحدث الإنجليزية، لأن هي أصوات الكلمات بشكل عام. أصوات العلة هي أصوات المفردات، فإتقان لأن الأصوات والتركيز عليهم مهم جدا، وخصوصا ما موجودات بلغتنا العربية. فسوانا حسب الكورس سوانا طريقتين نسهل تذكر ذن الأصوات، حتى لما نجي نرددهن، نحن قلنا لازم نرددهن مثل ما نردد أسماء الحروف، لازم نرددهن كاعتبارهن هن أصوات، نتذكرهن بسهولة حسب ذني الطريقتين. الطريقة الأولى بأنه صنفنا هذه الأصوات إلى أربع أصناف: الألفية والضمية والمستقيمة والمستديرة. بعد الطريقة الثانية لتسهيلهن هو أنطينا وصف بالعربية، يعني وصف لكل صوت. لما نوصفها بهالطريقة معناتها احنا حنتذكرها بسهولة، مثلا ضم مستقيم طويل، ضم مستقيم قصير. لما اتذكر عن ضم مستقيم قصير حتذكر شلون انطق، ولما صنفتهن الى اربع اصناف حعرف ويبرز عندي ويكون واضح بانه الآ خمس انواع، خمسة، الضم خمس انواع، المستقيم كذا عددهن، المستدير كذا عددهن، يعني المتفرقات. فهذا التصنيف وهذا الوصف حيسهل الموضوع جدا للسيطرة عليهن، لكون هن ما موجودات بلغتنا مثل ما أغلب الأصوات الساكنة موجودات. فم مسترخي تماما، اللسان
في قاع الفم مسترخي كل استرخاء، والصوت يطلع من الحبال الصوتية. من أقول من الحبال الصوتية يعني أوكي انتبه لي. هذا هو مثل كلمة about. about مثل كلمة idea. اوكي هذا هو نطق سهل وبسيط، تخلي الفم كله مسترخي. يلا وياي، الفم كله مسترخي، اللسان مسترخي، كل شيء بفمك مسترخي، كل شيء بفمك مسترخي، تفتحه فجأة ويصدر الصوت منه حبال صوتية كهمزة. اوكي بين قوسين هذا الصوت له اسم، هو اسمه شوا. ليش سموه شوا؟ يعني كل الاصوات ما لهن اسماء ما عدا هذا. ليش؟ لان هذا يحمل سر كبير بامكانيه لفظ الكلمات الطويله فيما بعد، حنشوف بنهايه هذه الخطوه، خطوه اتقان اللفظ الامريكي بمرحله التطبيق. لما نوصل الى درس التطبيق حنشوف بانه اطول كلمه ممكنه حيتمكن من أداء هذا الصوت البسيط ويساعدنا أن نلفظها. بعد إلى سر هذا بأنه حيخلينا نفهم قواعد اللهجة الأمريكية، يعني قواعد اللهجة الأمريكية متأسسة كلها على أساس هذا الصوت البسيط. أوكي فهذا مهم جدا، ومن حسن الحظ هذا الصوت موجود بلغتنا العربية وهو صوت الهمزة، مثل كلمة أحمد. أحمد. أوكي الملاحظة على صوت الإشواء بأنه إذا أجى بعد صوت أو أو أم أو أن أو آر، صوت الإشواء يعني الحرف اللي أصدر صوت الإشواء يعتبر ما موجود، بمعنى صوت الإشواء اندمج ويا الأو أو اندمج ويا الأم أو اندمج ويا الأن أو اندمج ويا الأر. أوكي فالحرف اللي أصدر صوت الإشواء يعتبر غير موجود، مثل كلمة family. family تحتوي الكلمة على I، هذا ال I لو نكتب الكلمة بجوجل اجي بصوت الشوا. اوكي فبعد اكو ال، اذن ال I تعتبر صامت، مثل كلمة social. حرف ال A اجي بصوت الشوا بعد ال، اذن ال A صامت social. صوت ال R قصيرة ينفتح الفم عن نص آ، وهم ما تطلع الصوت منه نفس التشكيلة السابقة، لكن فرقها فقط الفم ينفتح بدون استرخاء، يعني ينفتح بقصد، يعني أنت تفتحه بقصد عن نص آ. آ مثل كلمة but gun run done some money الآل طويلة هو نفس الآل قصيرة لكن نفتح الفم بالكامل وضع اللسان نفسه مستقر ويطلع صوت منه كهمزة في كلمة father father في الكلمة heart. اوكي لكن مع ابراز شفتان، نفس الا هذا لكن مع ابراز شفتان ابرز شفايفي ابرزتهم. اوكي نفسه تماما لكن مع ابراز شفتان، نلقى هذا الصوت موجود في كلمة law song wrong water thaw. اوكي لكن عميق. العمق شلون امثله؟ امثله بشد الوجنتان فقط. ا
يعني هو واسحب الوجنتان اللسان مستقر نفس الشيء، وضعت اللسان بكل الأصوات هو مستقر نعم. هذا موجود بكلمة rat bat. هذا اليوم ملاحظة الصوت، الملاحظة شو تقول؟ تقول إذا أجى بعد أحد الأصوات الأنفية، أصوات الأنفية هي أصوات الن والم والم، لن يعتبر أصوات أنفية. ليش؟ لأن الأصوات الوحيدة اللي لما أغلق الفم ما أقدر أطلق م م م م. أوكي، فإذا أجى بعد هذا الصوت الآل عميق أحد الأصوات، يعني أجى بعد مثلا هو أجى يتمثل بحرف الأي، وأجى بعد حرف الأي أن، إذن هو راح يكون مو نقي وإنما ممتد. فنلقاه كلمة مثلا أند، فهو أند أند. مسامعين الأمريكان دائما ينطقوها بهالطريقة لما يشددون عليها أند، فهذا هو نفس الـ لكن صار إيه. أوكي، بامتداد السبب لأن إجا بعده أحد الأصوات الأنفية وصوت ن، صوت مثلا ن ن ن اللي يتمثل بالـ N و G. language lin language. ناخذ مثلا الصوت الآخر الأنفي وهو م، مثل كلمة family family، مو family لا fam am family. صوت ضم مستقيم قصير، أقصد هنا بمستقيم بمعنى الصوت تحسه بأنه يطلع باستقامة، هو مجرد وصف يعني يذكرك بأنه الصوت يطلع باستقامة. لا تخاف من التسمية، هاي تسمية أنا سميت يعني حتى أسهل الموضوع، حتى أبين مثل ما قلت لكم بأنه نستذكره، حتى تحب تغير تسميته غيرها باجتهادك الخاص، لكن هو مجرد بس يعني وصف لا أكثر ولا أقل، بأنه صورت بأنه الصوت ده يطلع باستقامة واحدة، لأن أكو أصوات تحسها يعني مثل تطلع مستديرة. فهو أول شيء ضم فعلا، لأن هو عبارة عن تحسها ضمة. ثاني شيء باستقامة، لأن وهو يتميز بإبراز الشفتان والفم مفتوح نوعا ما، واللسان مستقر، وهم ينطلق الصوت مصدره من الحبال يعني همزة نلقى الكلمات should book could would put. اوكي، تمرن عليه ضم مستقيم طويل، ان تنغلق شويه الشفتان اكثر يكون طويل بامتداد ا ا ا ا، مثل كلمات do glue blue ا، هم يطلع كل منه، هذا يكون مهم ا ا ا. ضم يختلف عن اللي قبله، مثلا ذاك ضم مستقيم قصير ا ا، هذا ا ا. اوكي، ضم طويل مع ابراز شفتان، مو يذكرنا بالآ الطويل او الالف الطويل مع ابراز شفتان اللي هو لا صح، هذا اخوه بالضبط. شلون صار هيك؟ لان هذا نفسه الآ الطويل مع ابراز شفتان اذا اجى بعده صوت ال او صوت ار نحصل على الضم الطويل مع ابراز شفتان. اوكي، la song water wrong all
السعودي. ضم مستدير قصير، هذه المرة مستدير، تحس أكو استدارة، نفس كل الأصوات الحدانية طلعها من الحبال الصوتية كهمزة اللي هو أو. فكر بالاستدارة. أو. 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 أوكي. أو. في كلمة ناو، في كلمة social، أو في كلمة no، yes I know، أو okay. فهذا سهل بهالطريقة تقلدني، أو فقط أو 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 okay. نفس هذا الصوت السابق لكن طويل، أو أو أو. إذا عندي لو أقارن أو وعندي أو أو، فتحة أكبر مستديرة أو أو. نلقى كلمات هاو، ناو، واوند، فاوند. أوكي، أف أو يصير فاو، ونا صير فاون، ودا صير فاوند. اوكي، شلون تهجي وصار بالتهجي بالاصوات، فشي روعه. سميناها المستقيمه وسميناها متفرقه، ليش؟ مستقيمه راح نلاحظ بان الصوت يطلع باستقامه، متفرقه لانهن يعني مو خوات مثل ما الاصوات السابقه مثلا كلهن ضام كلهن لا يعني متفرقه. وبنفس الوقت ان نحسن مستقيمات بالنطق. اوكي، خلينا نبدا به، وراح نبدا بالصوت المشترك. اذا هذا ثاني صوت موجود بالعربيه، احنا قلنا صوتين، صوت الشوا الآل قصيره جدا موجوده كهمزه مثل كلمه احمد، وصوت الفتحه ايضا موجوده نفسها نفس الفتحه بالعربيه. هذا أول صوت مستقيم من الأصوات المتفرقة، تحسه مستقيم يعني هو مجرد وصف قلت لك أنا، تقدر تسميه أي اسم بس هو فتحة، ممكن نسميه فتحة. أوكي، اللسان مستقر، الفم ينفتح بكبر يعني شلون تقريبا شلون الآ لكن الوجنتان بينسحبه. سحبة خفيفة يعني هاي الفتحة. في كلمة bed، red، red، red. الصوت اللي بعده نسميه ياء ممتدة، يبدأ منها الصوت اي، الوزنتان مسحوبات بس، هاي فكرته، ويطلع الصوت منها اي مثل كلمات we، she، he. اوكي، he استقامة كسرة ممتدة. هنا الوجنات مهمة، سحبة قوية شلون الابتسامة. ايه قصير، مو مثل اللي قبله كان ياء ممتدة يعني هم بيسحب لكن طويل. اي هذا لا قصير نفسه لكن قصير. إيه ويطلع من الحبال الصوتية انطلاقته إيه. هذا هو نسميه كسرة ممتدة، ويعتبر يمثل الكسرة باللغة العربية، لكن الكسرة باللغة العربية تكون حادة، بينما الكسرة بالأمريكية تكون بامتداد مثل ما نسميها كسرة ممتدة. مثل إيش؟ مثل كلمة fix، كلمة did، ما يصير إذا حادة يعني نطقتها خطأ مو أمريكية. مثلا لما نقول fix did، هاي الكسرة تكون حادة العربية، إذا هذا ما يشبه للكسرة العربية، وخطأ إذا ننطق بداله كسرة عربية، لازم يكون ear.
fix did six are العلة. يمكن تتفاجئ وما سامع لأن ما عندك كان اطلاع عن الأصوات، هسه الأصوات خلتك بالصورة. أكو آر علة، مثل ما أكو آر ساكنة إذن أكو آر علة، ونوعين آر علة مو نوع واحد، ضمن فئة الأصوات العلة المستقيمة المتفرغة، اللي هو صوت نفس الصوت الساكن لكن بدل ما مفتوح الفم، لأن أنا قلت إذا انغلق الفم أصبح هذا ساكن، لأن أنا دا أعوق الهواء من أغلقت الفم بهالطريقة. إذن هذا R ساكن، لكن إذا مفتوح الفم بدون ما أعوق الهواء إذن هذا أصبح R ال. أوكي R ال هذا شو وقت يجي؟ هذا لما يكون مسبوق بصوت ال. أوكي لما يكون مسبوق بصوت ال، مثل كلمات bird girl world work. يعني حرف الأو كلمة work اجى بصوت الشواء، مثل ما راح ناخذ بالدرس القادم الحروف وأصواتها، أو الحروف اللي تصدر منها هذه الأصوات. فحرف الأو كلمة work اجى بصوت الشواء، بعده اجى صوت الار. هذا الار هو مع هذه الشواء اثنينهن يعتبران صوت واحد، وصوت الار الال هذا. اوكي اذا هذا الار الال يشكل من حرفين، الحرف اللي اصدر الشواء حرف الال اللي انطلق منه صوت الشواء، وحرف الار نفسه، الحرفين ذني يطلع صوت واحد وهو هذا الصوت. هاي ملاحظته. اوكي خلي الهواء ده يخرج كله مباشرة، يختلف عن ر. أوكي فهذا الملاحظة، إذا تريد عيد الفيديو اسمعها مرة ثانية. بعد يجي الار العلة الآخر لكن مكسور بكسرة، بمعنى نشوف حرف يجي بالكلمة يجي بصوت الكسرة الممتدة وبعد حرف ار، إذن اثنينات هاي التركيبة تعطينا هذا الصوت ear ear. شلون نعرف بأنه هذا حرف العلة طانة صوت الكسرة؟ نعرفه من جوجل، من نكتبها بجوجل راح يعطينا رمز الكسرة لهذا الحرف. إذن أنا أعرف بأنه حرف العلة هذا اجى بصوت الكسرة مع حرف الآر اللي بعد اثنينهن ينطني صوت واحد وهو ear here. ممكن مو بس حرف، أنا مثل ما راح نذكر وذكرنا بالدرس الثاني حرف واحد ينطي صوت إلا، ممكن حرفين يطن صوت واحد إلا ثنائي، يعني مثل إي مع الأي يطن صوت الكسرة، ممكن وراء يجي الآر إذن صار مثل كلمة clear clear dear. ممكن دبل إي يطن صوت الكسرة الممتدة مثل ما حنشوفها مات بالدرس القادم، يطن صوت كسرة وبعد صوت R مثل كلمة dear. أوكي dear ear. كلمة dear نشوفها من أربع حروف لكن بالحقيقة هي من صوتين، صوت الد وصوت ear، يعني دبل E والثاني صوت الكسرة الممتدة والR مع بعض، إذن يعني كسر التقت ويا الار، اذا مع بعض اطن صوت واحد وهو ear. هذا الصوت ear، هاي الكسره وياها ear ear. اوكي ear ear. اوكي ننتقل لاخر فئه وهي الاصوات المستديره المتفرقه. نحس بان هذه الاصوات سميناها مستديره لان اكو استداره بنطقها، يعني هو مجرد قلنا تسمية حتى نستذكرهن وحتى نفهمهن. هن بالحقيقة هن أصوات أي، ماكو واحد ما يعرف ينطقهن، ذن سهلات كلهن. صوت أي، أي واحد يعرف ينطقه أي أي ما بي تعقيد أي، وصوت أي أي، وصوت أوي أوي، وصوت يو يو. اوكي صوت يو.